الكلام ده علم نفس. طب وفين الدين؟ انت كل واحدة من اللي فاتوا ربطتها بالنبي وربطتها بالدين. عمر بن الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وولده وماله ونفسه. قال يا رسول الله أنت أحب إلي من أهلي وولدي ومالي إلا نفسي. طب يبقى عمر بن الخطاب بيقول أنا منطقي عمر ومنسجم مع نفسه إلا نفسي يا رسول الله. قال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك. فراح وقعد مع نفسه يقول فعدت فقلت يا رسول الله لا أنت أحب إلي الآن من نفسي. يقول عمر فقلت لنفسي لمن تحتاجي أكتر؟ يبقى برضو بيحب نفسه. يوم القيامة لنفسك أم لرسول الله؟ لا محتاج لرسول الله أكتر. شفاعته أمان وحوضه أمان وقربه أمان ومرافقته في الجنة منتهى الغاية والحب. قول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ذاتا مقدرة، قدر ذاتك، ابسطها، اسعدها. مش انتوا بتشوفوني هنا بنقول يا النهارده صورنا تصوير حلو قوي بقى، عايز اكل اكله حلوه. مش بعمل عايز اتفرج على ماتش كوره، عايز انبسط. ابسط ذاتك ليه كده على طول؟ هدم 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 هدم. ابسط ذاتك اللي جواك ذاتا مقدره. عمرك كتبت رساله حب لنفسك؟ عملتها قبل كده؟ انا عملتها. انا مبسوط منك اخر 5 سنين، انت مع مشروع الاحسان أكثر نضجاً، أنا حاسس إن أنت متوافق بين داخلك وخارجك. أنا نفسي تكون أحسن في الموضوع الفلاني، يا ريت تحافظ على كذا، يا ريت توقف الغلطة الفلانية. أنا كنت بقول لنفسي كده، أنت تحسنت في الموضوع الفلاني، لازم تفضل راجل في رسالتك لغاية ما تموت. حاجة حلوة كده تكتب لنفسك رسالة، رسالة فيها أهدافك وأحلامك وتقديرك لذاتك. 5 حاجات. دي حلقة النهاردة. حد عنده تعليق؟ أيوة حبيبي. دكتور أنا أكتر حد بشوف فيه نفسا ممتنة هي الصراحة زين. يعني من كام حلقة يعني هي حكت عن رحلتها من سوريا لهولندا وإزاي وصلت وقابلتها تحديات كتيرة، وهي حكت بصراحة لخصت، لكن لو لاحظت هي دايما بتحكي كل الحاجات دي حتى لو فيها تحديات وهي مبتسمة. وهي مبتسمة. مبتسمة جدا. يعني بحس صحيح. فيها ان فيها نفس راضية جدا، وبتخليني يعني بحس ان هي قدوة في الحتة دي. زين سابت بلدها في 24 ساعة، الله يحفظ سوريا يا رب. وعانت وراحت بلد ما بتعرفش كلمة، والنهاردة بتقولي كلامي مش فاهمه خالص بالهولندي. ربنا يفتح عليك يا زيد ويزيدك ويزيدك رضا. حد عنده حاجة تانية؟ ايوه يا مجد. دكتور بالنسبة للعينة القنوعة، ذكرت لحضرتك قصة حكيها انه ام وبنتها وعايشين انه على قد احوالهم وبيت صغير، والام زارع بنتها انه نحن غنيين وعايشين وعندنا بنايا وكل شيء. مين قال ان احنا فقراء؟ مين قال ان احنا فقراء؟ صح. فتحت الثلاجة شايفة الفول دون، شايفة البيض دون، مش بناكل وبنطلع مبسوطين، مين قال ان احنا فقراء؟ وصحتنا كويسة و بسمة امل. بسمة امل. ايوه. كان الرسول عليه الصلاة والسلام لغرس معنى النفس الممتنة كل يوم كان بيدعي اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب، وما منعت عني فيما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. جميل جدا. كله أنا عايز أعمل كل حاجة أنت بتحبها. أي عبد الحميد، أنت بتتكلم دكتور على النفس الممتنة، يعني أنا حسيت إنه الكلام اللي بتقوله مش بس عشان يخلينا راضين ومقتنعين بالوضع اللي إحنا فيه، لا ده حتى هيساعدنا يكون عندنا في المستقبل وضع أحسن. أقوى. ربنا وعدنا لأنك رائع شكرتم وقوي. ربنا وعدنا لأن شكرتم لأزيدنكم. 5 حاجات ولئن شكرتم لأزيدنكم. 5 حاجات افهم عن الله، افهم عن الله يعني إيه ولئن شكرتم لأزيدنكم. عيش الرضا بالخمس معاني دول. يلا نكمل مع بعض. مين